Bien de choisir Télétiad pour vous informer, mesdames, messieurs, moi et Fatia sommes ravis de vous retrouver. Au palais de la démocratie, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, reçoit en ce début de matinée la représentante du Haut Commissariat aux droits de l'homme et chef de bureau du Tchad, Flaminia Minelli. Elle est venue présenter sa lettre de nomination au président de l'Assemblée nationale et parler du lien de coopération entre le Tchad et cette agence onusienne. Et puis les responsables en charge des infrastructures et les hommes d'affaires venus du Tchad et du Cameroun voisin se concertent depuis ce matin ici à N'Djamena. Ces cadres des infrastructures et hommes d'affaires issus des deux pays analysent le recueil de procédures de passage portuaire du trafic tchadien et transit du port de Douala, Bonaberry, en vue d'apporter des solutions aux difficultés liées aux longues procédures coûteuses ainsi que les tracasseries policières et douanières. Enfin, l'Organisation mondiale des migrations, OIM, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, organise le tout premier examen régional du Pacte mondial pour les migrations, présidé par le directeur adjoint du ministère des Affaires étrangères. La chef de mission de l'OIM, présente à ses assises, estime que c'est une rencontre qui marque un pas important dans les avancées de la mise en œuvre de ce pacte au Tchad. Voilà, c'est tout pour la version en français. Place à toi, Fatia. Shukran. Marhaba bikoum, mujaddadan. استقبل رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي بقصر الديمقراطية مبعوثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة فيلامينا مينيلي التي قدمت أوراق اعتمادها كمبعوثة للمفوضية وذلك بعد 6 أسابيع من تواجدها في البلاد ودار الحوار أيضا حول سبل تعزيز العلاقات بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية. قدمت صباح اليوم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتشاد 22 سيارة ماركة تويوتا رباعية الدفع لقيادة القوة الجوية وذلك بمقر القيادة بحضور النائب الأول القائد العام للقوات المسلحة التشادية اللواء جيمادو تيرينا حيث سلمت مفاتيح السيارات للقائد العام القائم بأعمال السفارة جيسيكا ديفيس حيث قالت أن هذه السيارات بلغت تكلفتها 1.2 مليار فرنك سيفا كما يندرج ضمن الشراكة العسكرية في مواجهة الإرهاب فيما رحب النائب الأول القائد العام للقوات المسلحة بهذا الدعم وقال أنه يدعم الحكومة في مواجهتها للإرهاب. في إطار التعاون القائم بين البلدين بين تشاد ودولة الصين قدم السفير الصيني لدى البلاد سعادة لي جين جين معدات مكتبية لإدارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وقد تم تسليمها رسميا لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى وقد أشار السفير الصيني لي جين جين إلى أهمية التعاون القائم بين البلدين أما رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى فقد شكر السفارة الصينية إلى هذه المساعدات. بمناسبة اليوم الوطني لمدراء الموارد البشرية نظمت جمعية مهني مدراء الموارد البشرية لقاء يهدف إلى دراسة قانون متقاعدي الوظيفة العامة والبحث عن طرق كيفية ضمان حقوقهم المستقبلية كما أن هذه الدورة الثانية لمدراء الموارد البشرية وأكد المدير العام للوزارة الوظيفة العامة توم شريف أن هذه الحكومة تولي اهتماما خاصا بعمالها وأن الوزارة تستجيب لكل المطالب التي يخرج بها المشاركون في هذا اللقاء.
إلى هنا وصلنا وإياكم إلى هذا الموجز، إلى أن نلتقي مجددا. تقبلوا تحياتي أنا والزميلة أورتانس. Voilà, c'est tout pour cet après-midi en termes d'actualité. Merci de rester fidèles en compagnie de nos programmes. إلى اللقاء.